فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي ونبدلوا الاختصاص، نحكيوا هون قضيه جديده في كرة اليد بين الجامعة التونسية وكذلك الجمعية النسائية بالمهدية. يبدو أنه اتهامات خطيرة شفناها من الجمعية النسائية بالمهدية للجامعة، كذلك باش نشوفوا شنو اللي صار، تفاصيل ترشح الفريق للبلاي اوف ولا لا، الاحتراز نتاع بنزرت، تفاصيل هذه الكل باش ناخذوها من عند السيد عادل الهلالي رئيس الجمعية النسائية بالمهدية. سي عادل اهلا بك. اهلا بك واهلا بمستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا بك. ومرحبا عايشك وبيك عايشك. شنو هي الحكايه سي عادل؟ والله هو الخلاف مش مع الجامعه، مع الفريق بنزر اللي على لعبه كاديت بي 2005. هي الحكايه تبدا اتصل بنا المدير الفني قال لنا نعملوا مطالب، عملنا المطالب باش قدمهم للمكتب الجامعي خاطر هذوما تخوا جوز تاع ليكيب ناسيونال كاديت كوم هي ليكيب ناسيونال باش تلعب شامبيون دو مون في جوان، دونك يحبوهم كومبيتيتيف يلعبوا مع سينيور كل جمعه خاطر كي في الكاتيجوري نتاعهم يلعبوا مره في الشهر مرتين في الشهر، فهمتني؟ سي با كونستون لو ريتم معناها طايح شويه على السينيور. دونك اون ايكوتي لي زوردر تاع عملنا مطالب، كلمنا بعد نهارين قال لنا عندكم القرار مكتب جامعي اما بشرط تمشيو سونتر ميديكو سبورتيف، هزينا بناتنا مشينا سونتر ميديكو سبورتيف، معناها انا والنور الرياضي مشينا سونتر ميديكو سبورتيف خذينا لوتوريزاسيون، انا خذيتها لو 30/12 سي عمر رئيس اريانا خذاها قبلي انا لو 19 ولا لو 20 ديسمبر، هكا كملنا الشامبيونا. فريق بنزرت خسر مع فريق مازن بوزلفه في الماتش في الجورني الاخرى، دونك ما تعديش البلاي اوف، تعد في البلاي اوف. كلمني الراي قابلنا في قدام الجامعه قال لي عاد باش نحكي بيك على 2005 هذه اللي تلعب فيها سينيور، قلت له برشكي انا في بالي اموري مريقله، قلت له راه اموري مريقله اوتخ تو. هو القانون هو سي عادل القانون يمنع سي عادل اسمع فيها سي عادل القانون دو برانسيب هو قبل المكالمة نتاع المدير الفني للجامعة دو برانسيب القانون يمنع مشاركة لاعبات الكادات مع السينيور. صحيح صحيح يمنع. تفضل كمل. هي كادات بي كادات كادات ا تنجم تلعب اما كادات بي يفو لوتوريزاسيون دو بيرو فيدرال. واضح تفضل. دونك شكاية تعدى الشكاية شكاية تلقائية المكتب الجامعي، معناها احنا لعبنا لو 23 فيفريي السيد شكاية 3 مارس. دونك مشينا حضرنا في حضرت في اللجنه. اول حاجه انا ما حتى كي حضرت حتى رئيس اللجنه قلت له انا ما علمنيش بشنو الاوراق، معناها ما علمنيش شنو الاوراق اللي باش يقدمها هو باش انا نحضر روحي باش ندافع على روحي. قال لي بون شنو اللي بعث وكذا اللي في دو ماتش وتقرير اللي عمله هو. كان فر بون تعديت اللجنه معناها الحكم بتاع المحكمه اللجنه الابتدائيه. عقوبات ما نحكيلكش، معناها الاولاد عمرهم ما عاقبوهم في الحكايه معناها بالسيسنا هذيك، معناها عندك 4 ملايين خطيه، عندك وينحيوا لك 12 بوان من الكلاسمون تاعك اللي احنا رابحين ماتشوتنا الكل، عاملين 10 على 10 وبسكور على الجمعيات الكل. يعني يعاقبوا اللعبه معناها 2005 ستة شهور صورتي، يعاقبوا المسؤول ستة شهور ايقاف عن النشاط الرياضي. دونك ما نكذبش عليك دخلت بعدي كلمت المدير الفني. اونتر تون رئيس اللجنه قلت له راه المدير الفني كلمنا راهو كذا راهو فما قرار جامعي يحط في التقرير نتاعو راهو هو لوج سي عادل حتى شيء ممكن تخاف من الكلام اللي قاعد نقول فيه انا. سي عادل باش نتفاهموا مع بعضنا باش نسالك حتى الناس تفهم زادة، المدير الفني كي يطلب منكم كيفاش طلب منكم؟ كتابيا ولا شفهيا؟ لا هاتفيا بالتليفون. اسكو تصير امور انا بيل تليفونيك اسكو تصير عملنا ثلاثه مطالب سعادل سعادل ريانا ومنزل بوزلفه. قالوا ما فماش تراس في القرار هذا بيان سور. اسكو تصير امور كيما هكا بالتليفون معناها سعادل؟ انا المدير الفني عندي التليفون مسجل ومعي عند سيد عادل المنافس اللي هو يقول لي فما قرار جامعي والمكتب الجامعي وينو قرار ما نجمش ياخذ قرار في القرار نتاعو دونك اموركم ريقله. وينو وانا مشيت للجامعه باش ناخذ كوبي من القرار.
مشيت سيد كاتب العام تاع الجامعه قال لي لا راه ما نعطيش دي كوبي ممنوع علينا، اعمل مطلب للمكتب الجامعي. رجعت للمدير الفني قال لي عاد برا على روحك، راهو فما مكتوب في الكراسه نتاع لي بي في، كان فما احتراز ولا جمعيه شكيت ولا حاجه يرجعوا لي بي في تو يقاول القرار. يقول لي امور امريكا، اما تبهت انا رئيس اللجنه يقول لي معناه حاطط في القرار نتاعو اللي هو شاف كراسه المراسلات لي بي في، قال لي ما لقيت حتى تراس، هذا مكتوب في القرار تاع الحكم الابتدائي. معناها المدير الفني شافوا القرار هذا وبعد ما لقاش حتى تراس لي. شافوا قال لي انا حضر في البيرو فيدرال لا ديفوندو معناها الواعد، الناس كل قال لك لا جبدنا ولا تطرقنا ليه الموضوع هذا ولا ما في بالناش فيه بالكل. وين مشى الديسيزيون هذا؟ باه احنا ما نقولوش ديسيزيون. اشيلنا في الديسيزيون تو. احنا تو نقولوا ثلاثة جوابات، ثلاثة رؤساء، ثلاثة جمعيات يعملوا معناها مكتوب للجامعة للمكتب الجامعي، وقلت لهم اعطيني مكتوبنا في البي في. بعث المكتب الجامعي ولا جاوبني اعطيني بالرفض ولا بالقبول، كان والله كان كتبوا القرار راهو بالرفض والله راني سكت. وقت انا نستاهل كارني انا معناها مشي معناها شفت من الاول. اما هذايا اوكين تخاف للجوابات الثلاثه نتاع ثلاثه جمعيات، مش حتى واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، معناها احنا ثلاثه رؤساء نكذبوا. لابخوف اللي انا بعثت طغني الدوموند نتاعي وجوز جمعيات الاخرين مشاو صابوا في البيرو دارت، معناها عندهم الكاشي نتاع البيرو دارت. قالوا لكم مجاني شيء. القرار وينو؟ يا سي عادل حاول تسمعني شوي باش نتفاعلوا مع بعضنا، قالوا لكم مجاني شيء معناها كيفاش سامحني؟ قالوا لكم ما جانا شيء لا بارميل حاجه في البيولوجي وما تصب شيء معناها؟ لا لا الميل عند الكاتب العام جبدوا الميل، وحتى الاخرين عندهم الديشارج تاع البيرو تاع الموجود في البيرو دورد، ما جوابات وصلوا ما وصلوش المكتب الجامعي، ما نصورش ما وصلوش. معناها كان ما وصلوش راهم تقطعوا في السلية. باهي شنو صار؟ بون تو عملنا لابيل نتاعنا فهمني؟ عندنا مؤيدات جديدة اللي هي عندنا حاجة لا بلو غراف اللي أنا وعندي لي بروف، ما هذه مش بالكلام ولا حاجة. عندي لي بروف اللي الموضوع هذا تثبت في المكتب الجامعي. اللي هي شنو هو لي بروف؟ لي بروف عندي لي معناها التليفونات مسجلة اللي أكدوا لي اللي الموضوع هذا تثبت في المكتب الجامعي. وعندي لي بروف تاع الكومبلو اللي صار للمهديه، معناها تاع اكيب نتاع بنات. معناها اكيب معناها بما نخدموا في سكيت، نخدموا بالكدا، نخدموا على معناها رزعنا، ما عندناش مشاكل الحمد لله. معناها سي بيزا معناها التليفونات المسجله، ما عندي ما نجم نقول حتى شيء معناها. التليفونات المسجله مع اعضاء جامعيين؟ والله مع التليفون الاول مع مكتب مع المدير الفني اللي هو يقول لي انا قلت لكم اعملوا فما قرار مكتب جامعي، ومعناها هذا قبل ما يخرج قبل ما تعدى على اللجنه قبل كل شيء راهو باش يبداو واحد، معناها حتى قبل ما السيد سي لطفي السفيقتي يشكي للجامعه. واضح معناها تليفون معين عند منفذ بالتاريخ وبكل شيء. معناها قبل ما يشكي باه وشو اخر تقول لي؟ قلت لي كومبلو صار ما بين شكون الكومبلو صار؟ فما ان كومبلو صار ما بين الرابطة. فهمني؟ انا اسكو الاعضاء الجامعيين كيلكو راهو كيلكو بونت ما نعرفش في بالهم باللي صار ولا ما في بالهمش، ينجم يكون الكومبلو صار او نيفو دو لا ليك وبعد الدوسي مشى كامل للمكتب الجامعي، المكتب الجامعي يحكم عليه. الله اعلم شكون فيه الكومبلو هذا. شكون فيه؟ انا عندي حاجه دي بروف اللي الرابطه عندها دخل في الحكايه هذه. علاش؟ فهمتني؟ على خاطر كي نتبع لي بيو اول حاجه فما كيما في معناها اتيغي مون اتونسيون اللي في الايميل نتاعي نشوف بيو نيميرو 1 بيو نيميرو 2 بيو نيميرو 4 قلت حسب بيو نيميرو 3 وين؟ قلت لا وصلت الرابطه
نهار الخميس صباح صباح كان نطلب فيها هاوش نبعث لك هاوش نبعث لك هاو اليوم انا بعثت البيو نيميرو 3 من بعد نعاود جو فيريفي مي ايميل كيفاش عرفت بيها بيو نيميرو 3 عاملينها ان 3 ليغ ناسيونال معناها ما يجيش البالغ لهذاك البيو الاخرين مكتوبين انا عملت كابتشور دي فان وصورتهم واضحين معناها ظاهرين بالكدا بالكدا بيو نيميرو 1 بيو نيميرو 2 بيو نيميرو 3 فهمني ومن بعد في البيو نيميرو 2 اللي خرج لو 17 فيفري حتى البيو نيميرو 3 خرج لو 5 مارس ما لعبتش اربع ماتشات انا معناها شنو البيو معناها اون فوا لو ريزولتا اي تي افيشي هبط في البيو هذاك ما عادش عندهم حق يرجعوا باهي عادي معناها معناها لو سكور دو لا رونكونتر لو ماتش هذاك اي تي اومولوجي دونك هذاك ما عادش نجم يرجع له يحكي كان على اللي قبل البيو نيميرو 3 اللي ما جاوش البيو نيميرو 3 باهي عادي اللي هما ما بين لو 17 فيفري و لو 3 مارس معناها لعبنا دو جورني ولعبنا دو جورني كوب والسيد مطالبني في اربع مقابلات علاش مطالبني في اربع مقابلات على خاطر هو 6 بونتو ما يطلعوش البلاي اوف 9 بونتو ما يطلعوش البلاي اوف لازم 12 بوا واضح باهي يا عادل يقول انا كان نحب نبعث لك بارمي للبيو نيميرو 3 تشوف خاطر البيو نيميرو 3 هو لازم تلقى فيه الاربع مقابلات اللي مش هومولوجي تلقى ثلاثه واحده جايبينها من البيو نيميرو 2 تاع لو 2 جانفي فهمتني حاطينها في القرار والثانيه بون لعبناه الثالثه لعبناه الرابعه لو 13 فيفري انا نلعب زوج ماتشات معناها نلعب مع بنزرت في مهدية ونلعب مع تزركة في تزركة سي عادل سي عادل اسمعني شوية سي عادل السؤال الأهم والمهم لهنا علاش هذا الكل؟ يقول القائد شنو هي مصلحة الرابطة والا جامعة باش ترشح بنزرت البلاي اوف وتطيح المهدية والا تطيح بنزل بوزلفة ولا ما نعرف شنو؟ باهي هذا سؤال اللي باش يحل الغرزة كيما نقول أنا بعد الجلسة 11 جويلة نتاع الجامعة التونسية لكرة اليد اللي صارت في مستير دي ديباسمون ما نحكي لكش عملت مكتوب للوزارة باسم سيد مدير الرياض وعندي لابراف عملت بعتلي بعد حكيت الوحدة بتاع الانتخابات وما نعرف شنو واحد ما كونتاكتي كالكان انونيم قال لي انا مبعوث من الكاش بي وكذا واحد عينوني باش نسال الجمعيات اسكو علموكم قبل كان جور من معناها من لافيش نتاع لانونس نتاع الانتخابات ولا قلت له ما علموناش لا بار ميل ولا بار بوت بوستال فهمتني على البوستال على دونك انا قال لي تعاود اللي قلته اكتبوا لي في جواب وابعثوا لي هذاك شو عملت جواب هو اللي جاء رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد هو بيدو يعمل في لونكيت جاء قعد اربع ايام هنا في تونس انا عملت جواب معناها انا عاقبوني على خاطر انا قلت الحقيقه معناها ابخيتو جمعيات في القانون يقول لك لازمهم يعلموا بالتاريخ الناس تاع الواحد هم عملوها لو 6 فيفري لا مر علمونا كان جوغ انا ضاص معناها شكون قال علاش انت تحرم واحد من تطاوين من قروان من مهديه من سوسه من بنزرت باش يقدم روحه للمكتب الجامعي علاش تجيبو انت تعطيه دلي تاع كان جور فهمني باش يعمل ليسا باش يعمل كذا معناها هذا علاش هذا بوان دي توكاسيون معناها فهمني علاش صار هذاك الكل معناها وصارت انونس في جريده ما يقراها حتى حد معناها وسورتو ان ديمونش في انونس اي حكينا فيه الموضوع هذا نتاع الفيدراسيون معناها بمو وهذه معناها شكون وقف الانتخابات هذه هي كانت لو 7 مارس اللي هذا حكينا فيه الموضوع هذا برشا سي عادل دواعي انتخابيه معناها رئيس بنزرت والله انا خاتيني هذا الكلام انتخابيه وعلى كريم الهلالي ولا ياسين بوذينا انا ما ندخلش في القواعد الانتخابيه انا اتحب حق جمعيتي وقلت لهم انا ناخذ حق جمعيتي جو سو بري اديميسيوني ولا نكمل السيزون بس مازال فيها شهر ولا شهر ونص اي جو كيت لو سبور خاطر سامحني بما تعبت وما نجمش نخدم هكا بالمونتاليتي هذه واحد احنا عندي 10 سنين انا شاد المهديه والحمد لله معناها كان بنتي معناها تتبع في الهاندبول في ميناء وكذا واحد تلقى مهديه ديما بارمي لي ميور ايكيب في تونس اللي انا عملت حاجه
اللي نعمل على بنات المهدية بنات المنطقة 100% هذا معناها واصلين وديما بوديوم. عام اللي فات لعبنا فينال شامبيونال كونتر كلوب افريكا، لعبنا دوبل فينال هذا مع الكلوب معناها كل عام تلقانا فيناليست يا دومي فيناليست نلعبوا لي بروميير رول. واضح يعطيك الصح. شكون لك معناها هذا انا بيدي نتحس معناها خاطر علاش جامعة كرة اليد راهو معناها من احسن الجامعات في تونس معناها نظام وواعد. علاش وصلنا للحالة هذه؟ علاش وصلنا للحالة هذه اللي شيخ تدخل فينا معناها توقف انتخابات والناس تسمع بينا لبرا وبخيتو اللي ماز تاع ليكيب ناسيونال تبارك الله معناها كبنات ولا كاولاد يطلعونا في احسن دورات في العالم معناها واحد كذا. علاش نوصلوا نصفوا روحنا في حكايات فارغة؟ يعطيك الصحة. علاش باش ما نخليش اكس ولا يجريك يتعدى في بلاصتي ولا ما نعرف شنو؟ انا غالبا هما فما الديمقراطية فما عباد ما تتمنش بالديمقراطية فهمتني؟ ربي يهدي. يعطيك الصحة، شكرا لك سيد عادل الهلالي رئيس الجمعية النسائية بالمهدية على كل هذه التفاصيل التي تابعها بخصوص القضية بتاع الجمعية النسائية بالمهدية والاتهامات حول مسألة ترشح البلاي أوف. أكيد حق الرد يبقى مكفول للمكتب الجامعي وإلا لرابطه وإلا أي حد تجبد اسمه ولصيفته في الحصة متاعنا اليوم. شكرا لمنال السيسي في الإخراج، أيضا تقوى المديوني في الإخراج الرقمي يحيى محمد بسعيدي. أجمل تحيات إسلام.